برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بقى بضيوفي اللي مشرفنا النهاردة، فرح حسن الكومي، منورة يا فرح. ومعنا كمان صلاح محمد صلاح، برحب بيك. أهلا بيك. طبعا فرح وصلاح النهاردة كانوا بيشاركوا في الاحتفالية الجميلة اللي احنا شفناها النهاردة، قادرون باختلاف، وفقرة بقى اسأل الرئيس، وفرح كان ليها سؤال سألته لسيادة الرئيس، وكمان صلاح كان برضو عنده سؤال، وطبعا الرئيس جاوب على كل هذه الأسئلة. انتوا منورنا. شكرا. وطبعا صلاح بقى شقي شقاوة من اول ما قعد، مش مبطل خالص كلام وأسئلة. يعني مذيع ولا تايكوندو ولا سباحة؟ متعدد المواهب ما شاء الله. بلعب لياقة كمان. ولياقة كمان. انا جاي لك على فكرة، جاي لك هنتكلم كتير قوي، بس ممكن نبدأ بقى مع فرح. ماشي. بنات الاول وكده، صح؟ صح؟ ماشي. ممكن بعد اذنك؟ ماشي نخلص بقى. ماشي فرح. اولا يعني كنتي النهارده منوره وزي القمر وواثقه كده في نفسك، الثقه دي جبتيها منين؟ بثق في نفسي. انت عايزه واثقه في نفسك؟ طب عرفيني بقى عن يعني عنك اكتر. انا فرح حسن حامد الكومي، عندي 17 سنه، بلعب تنس طاوله، برقص فنون شعبيه، وكمان بورسر. الله، كل ده؟ اه. طب تحبي نبدا بالشعر الاول؟ اوكي ماشي. ايه؟ انت باينه انت بس؟ ايه؟ انت باينه انت بس؟ اشمعنى احنا مش باينين؟ لا انت باين اهو. اهو صورتك اهو، جمع جابوا له صورته لو سمحت. اهو. انت اهو على الهوا والله. ما تجيبونيش يا جماعه، لا هما انتوا الابطال، انتوا الاساس النهارده الحلقه. احنا النهارده بنحتفل بيكو ومبسوطين جدا بيكو جدا جدا. طيب اشمعنى بقى الشعر يا فرح؟ انا كنت في الاول كنت بورسر، طنطا بيض امامي هم بيحفظوني، طنطا بيض بتبعت السعر لمامي على الواتس، وامي هي اللي بتحفظني كل يوم مرسمة. مامتك هي بتحفظك الشعر؟ اه. صلاح مش عايزين نلعب بيهم يا صلاح، الميداليات الكتير ما شاء الله اللي معاك، عشان صوتهم طالع. ممكن؟ اي حطهم كده وثبتهم، ما تلعبش بيهم عشان صوتهم طال. انا جايه لك دلوقتي حالا. مامتك اللي علامتك الشعر صح؟ لا طنط عبير هي اللي علامتني. طنط عبير. اه. انت بتحبي اصلا الشعر؟ اه. من وانت صغيره؟ من صغيره صغيره. انا كنت في الاول كنت بقول شعر خالص. ما كنتش بتقولي شعر؟ لا خالص. اول شعر كانت تاتو الحمقاء اللي هي اول ماضي. انت طنط عبير هي اللي قالت لي الكلام، وانا قلته في اذاعه في المدرسة. قلتيه في الإذاعة عندك في المدرسة. اه. طيب هرجع لك بقى نحضر كده شعر وراجعالك عشان عايزين نسمع منك. خلاص أنا جيت لك يا بطل. أنا جيت لك. ازيك يا صلاح؟ عامل مشاكل ليه يا صلاح؟ عامل مشاكل ليه؟ مشاكل مش أكتر، هي مش مشاكل، مش أكتر، أنا بحب أهزر. يا حبيبي أنت قمر ودمك خفيف، ويعني عرفنا كده وعرف الكاميرا معاك أهي، عرفنا عنك كده. قول لنا مين صلاح بقى؟ أنا صلاح محمد صلاح، عندي 8 سنين في تانية ابتدائي. وإيه كل بقى الميداليات اللي معاك دي؟ بصي أولاً الميداليات دي كلها عن اللياقة. كل الميداليات دي عن اللياقة؟ أه. دول 11 واحدة صح؟ بيقولوا لي لا مش هي 11 صحيحة. بس أنا سلمت واحدة لصاحبي عشان كان زعلان. يعني هم 11 ميدالية صح؟ بس انت كلمت واحد، اديت لواحد لصاحبك عشان كان زعلان عشان ما هوش واحده؟ اه. طب انت قلعتهم ليه؟ ايه انا هلقطهم. طب يلا هاتهم. هاتهم بدل ايه؟ ما ايه لخمينك كده، هاتهم كده اتفرج عليهم نوريهم. انا همك عشان اتفرج، انت تتفرج عليهم. اه عايزين نفرج الناس عليهم كمان. أوه. ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه، 8 سنين و11 ميداليه. دول بقى في العاب القوه وفي سباحه؟ السباحة بصراحة ما لعبتش فيها ولا بطولة. طيب انت بقى اديت الواحدة لصاحبك ليه؟ عشان هو على طول ما بيكسبش. سبعة عليك بقى فاديت واحدة. اه. طب انت النهارده قلت كمان لسيادة الرئيس ان انت او وعدته ان انت هتدي له واحدة صح؟ باذن الله في اللي جاي بقى. اه في اللي جاي. ايه بقى اللي ايه المسابقات اللي جاية اللي عندك؟ بصراحة انا معرفش، بس اكيد ماما عارفة. اه صح، ماما اللي اكيد عارفه ومنظمه كل الحاجات. اللي عليا انا ان العب الرياضات واذاكر.
ماشي. اللي عليك ان بس هي دي حاجه سهله. اللي عليا ان انا العب الرياضه واكسب واجيب الذهب وافوز واذاكر بس. طب دي حاجه صعبه ولا سهله؟ بصراحه هي صعبه شويه. صعبه شويه؟ صعبه كتير. لا بس انت شاطر قوي يا صلاح. شكرا. فروحه يلا مجهزه لنا ايه شعر؟ مصر. على اسم مصر. يلا. على اسم مصر الشعر صلاح زهين. على اسم مصر التاريخ ليه ده اللي قول مساء. انا مصر عندي احب واجمل اسياء بحبها وهي ملك الارض شرق وغرب. بحبها وهي مرميه جريحه حرب. بحبها بعنف وبرقه وعلى استحياء وتبقى تفص في ضرب وتبقى هي الضرب. مصر السما في مصر السما في صدقي. ثانية براحتك. مصر ملاية في صدقي. مصر على القهوة أزورها وتل. مصر السمر في صدقي وعصافير معدية والجد قاعد مربى ليلة في الجرنان سيف مصر قدامه أكتر كلمة مرئية على اسم مصر. إيه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوه دي؟ قولي النهارده بقى وانت واقفه قدام الريس كنت حاسه بايه؟ اول مره. اول مره صح؟ اول مره كانت اول مره صحيح. بس احنا كنا احنا ساعتها ما نمناش كلنا بس كنا متوترين شويه عشان سياده الريس قاعد قدامنا ولو احنا كنا خايفين في الوقت ده ساعتها عشان احنا لو ما قلناش غلط لو قلنا غلط قصدي لا انتوا كنتوا زي القمر وكلكم كنتوا بتقولوا صح ومفيش اي غلط خالص. انت كنتي خايفه برضو يا فرح؟ لا خالص. كنتي يعني مرتاح مبسوط؟ كنتي وكنتي حاسه بايه كمان؟ كنت حاسه اللي هو اول اشوفه وانا اصلا بحبه هتبقى على التلفزيون وكان نفسي اشوفه في الحقيقه. على فكره انا كان نفسي اشوفه بس يوم يعني لما شفته طلعت صور معانا على المسرح وعجبني بصراحه. يعني هو اول ما شافكوا طلع وصور معاكوا على المسرح؟ لا بس بعد ما قلنا واتصور معانا وخلصنا. انت كنت مبسوط؟ انا كنت شايفاك مبسوط وبتهزر و انا اخر روقان. انت اخر روقان؟ يا بختك. بتعمل ايه عشان تبقى اخر روقان؟ انا ولا اكني حاجه عندي خالص. حسن. طيب انت ليه بقى ماسك يعني اول ما جه قعد يعني معايا هنا قال لي اشمعنى انت معاكي ورق وانا معيش؟ فقلت له طب عايز ورقه؟ قال لي فاخد مني الورقه بتاعتي اوكي وانا سلفتها له وقال لي على فكره انا بحب اكتب ونفسي ابقى مذيع. ايه بقى الموضوع ده؟ ايه القصه دي؟ يعني انا بحب اكتب انا انا شجعني عشان اكتب ان ارجع ما تكتب لو حضرتك تسمع عنها. اسمع عنها. اللي شجعني عن كده ان هي جامعه الطفل انها تدخلها السنه الجايه فانا بحب الكتابه والقرايه. بتحب الكتابه والقرايه؟ بتحب تقرا ايه؟ بحب اقرا اي حاجه. كل حاجه؟ طوري انت كتبت ايه في الورقه؟ اسمي. اسمك؟ الله الخط الحلو ده. تعال كده نوري الناس. ما شاء الله خطه جميل. خطه حلوه قوي. بس فاضل صلاح هنا. فاضل صلاح؟ ماشي. خد اكتبها لحد ما اسال. فرح سؤال. ممكن اسالها؟ ماشي حاضر. ممكن تسيبني اسالها بقى؟ فرح انا عارفه كمان ان انت مع الشعر تنس طاوله. ايوه. كلمينا برضو عن تنس الطاوله. انا في الاول كنت عارفه اللعبه دي، كنت عارفه اللعبه. امي قالت لي عليها. النادي ده في كبسي. بروحه اول مره اروح كنت انا ومامي وبابي. اتفاجئوا ان انا بعرف العب اللعبه دي. من اول مره؟ من اول مره. كنت شاطره فيها؟ يعني كنت لحد ما كويسه؟ كنت بصي كان بضرب كويس وبلعب ولغايه دلوقتي شاطره. لغايه دلوقتي شاطره. دخلتي بطولات ولا لسه؟ لا لسه بس سجلت في اتحاد. سجلتي في الاتحاد. طيب التنس الطاوله يعني صعبه عليكي ولا لا؟ لا خالص سهله جدا. بتحبيها؟ والكابتن برضو بحبها جدا هي ومنتهى مسك كابتن بيسو.
طب احنا دلوقتي بقى قبل ما يعني صلاح يخلص الكتابه استنى بس، احنا دلوقتي معانا، عارف معانا مين؟ البنوته الجميله اللي احنا يمكن لما شفناها النهارده ما فيش حد فينا ما ضحكش وما ابتسمش على دمها الخفيف وعلى بهجتها وعلى كمان يعني هي كانت نايمه في الاول، واول ما صحت عملت قلبان. تاليا محمد عبد المنعم احدى بطلات قادرون باختلاف. يا تاليا ازيك؟ الحمد لله. صحيناكي من النوم ولا كنت صاحيه؟ لا ده انا كنت صاحيه. كنت صاحيه؟ انت ما كنتيش نايمه اصلا؟ يعني احنا شفناكي كده ريحتي شويه بقى كده صحيتي تاني. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. كلمينا النهارده عن المشاركه في الاحتفاليه، كنتي النهارده مكسره الدنيا. الناس كلها بتتكلم عليكي، حتى صلاح بيقول لك اهو. انا بقيت الرئيس مع صلاح فرح. انا الرئيس وغادي فيروز، وكمان يعني كل حاجة عملتها مع الرئيس وكمان صورت معاه. كنت مبسوطة النهاردة يا تاليا؟ طبعا كنت مبسوطة قوي. كنت حاسة بإيه كده وال يعني والرئيس بيتكلم معاكي وأنت بتتكلمي معاه، يعني كلمينا النهاردة عن كنت حاسة ببساطة وأنا حدش يتخيلها. بساطة؟ بساطة. واحنا حسينا بقمر كده قاعده قدامنا. طيب يعني انا بيقولوا لي ان انت صوتك حلو والنهارده انت كمان غنيتي، فلازم طالما انت معانا غني لنا بقى. يوم تك 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 يا سليمان، تك تك زوزك وين كان، تك 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 كم بالحق لي عم يقطف فوق ورمات، تك 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 زوز تك 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 يا ام سليمان، تك 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 زوزك وان كان، تك 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 كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان. ايه الصوت الحلو ده؟ يعني قولي تالي انت عندك كام سنه الاول؟ انا عندي 5 سنين ونص. صلاح انت عارف كل حاجه؟ يعني يعني مذيع وضيف وبترد على الضيف وبتسال ايه؟ طب عايز تسالها ايه؟ يلا. ايه اكتر حاجه ضايقتك؟ اكتر حاجه لا مفيش النهارده. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ إيه؟ كنتي متضايقه النهارده يا تاليا؟ انا قصدي في الحفله. لا ضايقتي ايه ده؟ النهارده كان يوم سعيد والحفله كانت جميله. يا جماعه بجد انا مش عارفه اعمل ايه من كتر الامراض دول معايا. ايه لا لا النهارده مفيش اي حاجه بتضايق، النهارده كان يوم حلو، هي كانت مبسوطه وانتوا كمان كنتوا مبسوطين جدا جدا. طب قولي لي تاليا انت عندك 5 سنين بتروحي مدرسه صح؟ ايوه. ايه المواد اللي بتحبيها؟ بتحبي ايه؟ بتحبي تذاكري ايه؟ بحب اذاكر انجليزي. بتحبي انجليزي؟ اشمعنى؟ عشان الانجليزي بيعلمني ان انا اعمل كل حاجه واعرف اعمل كل حاجه واحفظ كويس علشان اخد القلمه دي. برافو. طب نفسك لما تكبري تطلعي ايه؟ دكتوره. دكتوره ايه؟ دكتوره اسنان. اشمعنى ليه دكتوره اسنان؟ علشان احافظ على الناس اللي بتسالها وجعها، وكمان اعرف اساعدها علشان ممكن سنتها ممكن واقعة. الله الله، يعني بجد انا يعني بحييكي، يعني بحييكي على طلاقتك دي. انت ازاي كده ما شاء الله يعني بتتكلمي كده بطلاقه، ويعني ما شاء الله عليكي بجد. علشان انا بعرف اميز كل حاجه، لان انا خلاص كنت شاطره قوي في بصيره، وكمان انا بشكركم كلكم. انا بشكرك يا تاليا ونورتينا. وبجد كنتي زي القمر النهارده. نفسك في اي حاجه تانية؟ نفسك تقولي حاجه؟
قولي لي، احنا خلاص احنا 2023 داخله علينا، امنيتك ايه؟ نفسك في ايه؟ امنيتي ان انا بصي ايوه بصيت بره. انا امنيتي ان انا اجيب العجله اللي هيوزعوها يوم الثلاث. عجله؟ عجله. نفسك في عجله صح؟ ان شاء الله تجيلك العجله، وكل اللي نفسك فيه يا رب يتحقق يا تاليا. وتشوفي انت معانا اهو دلوقتي احنا بنتفرج عليكي وانت موجوده في الاحتفاليه بعد ما فوقتي وصحيتي طبعا، واول ما صحيتي على طول كده يعني عرفتي عن نفسك، ولا كنت يعني اكنك مريحه مثلا قبلها؟ قولي لي انت اصحابك لما خلصتي الاحتفاليه وروحتي قالوا لك ايه؟ وجيرانك وماما وبابا قالوا لك ايه لما شافوكي؟ كل الناس قالوا ان انا كنت شاطره جدا في الاحتفاليه، وقالوا كمان ان انا هكون موهوبه في كل حاجه. ما شاء الله، انت موهوبه وقمر، وبجد انا بشكرك، واحنا بنحبك قوي يا تاليا ونورتينا. هتجيلنا بقى، وعديني انك هتجيلي. اكيد طبعا، يعني اكيد طبعا باذن الله. شكرا ليك يا تالي. تاليا محمد عبد المنعم احدى بطلات قادرون باختلاف اللي احنا طبعا شفناها النهارده، اللي كانت مريحه شويه ونايمه شويه كده، وبعد كده اول ما صحيت عملت قلق وعملت يعني جو جميل جدا. طيب فرح، قولي لي النهارده برضو بعد ما خلصتي الاحتفاليه الناس قالوا لك ايه؟ وجيرانك واصحابك وزمايلك؟ فتره قعدوا يسقفوا، فرحانه قوي. طب واحنا داخلين بقى على السنه الجديده، ايوه، نفسك في ايه؟ يعني نفسي ابقى شاطره، ابقى موهوبه. انت موهوبه اصلا؟ مشهوره. نفسك تبقي مشهوره؟ انت مشهوره جدا جدا. نفسك تبقي مشهوره في ايه؟ في حاجه معينه ولا كده بشكل عام؟ يعني انا بعرض ازياء اصلا. بتعرضي ازياء؟ كمان؟ لان محدش قال لي عليها دي. ايوه. ودي حاجه جديده. طيب صلاح، صلاح مش عايز يقعد في مكانه. صلاح طب اعمل ايه؟ اخدت منك الميداليات؟ مفيش فايده. قولي نفسك فيها صلاح، قولي. انا نفسي ابقى مذيع مشهور والناس كلها يتصوروا معايا. وعايز تنافسنا بقى. عايز تنافسنا بقى. بالظبط كده. بالظبط كده، انت داخل بقى كده على خناق بقى. لا ان شاء الله تبقى يعني نفس يعني كل اللي نفسك فيه تحققه، بس اشمعنى نفسك تبقى مذيع؟ اشمعنى؟ بس والله يعني ما شاء الله ليها، الله اكبر في سنه، وده يعني هو ناقص بس يجي يقعد مكاني. قولي بقى اشمعنى تبقى مذيع؟ عشان كل المذيعين بيحكوا حاجه مهمه، وانا بحب احكي الحاجات المهمه. انت بتعمل حاجات مهمه، والنهارده شاركت في حاجه مهمه، بتعمل حاجات مهمه كتير قوي، يعني كفايه دول ما شاء الله اللي معانا، الميداليات اللي معانا دي. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا حبيبي. طيب قولي بقى النهارده كده، قبل ما ندخل الهوا كنت عملت بتغني اغنيه اللي كانت موجوده معانا، بس بصي انا معايا بس تليفون، افتكرها لحد ما اجيلك. ممكن اخد التليفون؟ مش هتقاطعني؟ ممكن؟ طيب النهارده كان في اغنيه جميله جدا سمعناها بصوت اولادنا قادرون باختلاف، واللي يمكن كمان غناها احد الابطال اللي غناها النهارده معانا، علي فرج قادرون باختلاف. ازيك يا علي؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. كنت منور النهارده. ربنا يخلي حضرتك. كلمنا النهارده عن مشاركتك في الاحتفاليه، والنهارده كان صوتك ما شاء الله كده جميل، وكلنا كنا مبسوطين بيكوا وبكل الناس اللي شاركت طبعا في الاغنيه. ربنا يخلي حضرتك، ده انا سعيد جدا وفخور والله ان انا كنت من ضمن ابطال قادرون باختلاف. كلمنا عن احساسك النهارده ومشاركتك قدام الرئيس، ويمكن بعد ما الاغنيه خلصت شكركم كلكم، يعني كلمنا عن الاجواء واحساسك. كان احساس جميل طبعا ان انا اكون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا.
طيب واحنا داخلين بقى على السنه الجديده نفسك في ايه؟ والله نفسي ان انا احقق حلمي من الصغر، يعني ان انا اكون مطرب ان شاء الله. نفسك ايه؟ ان انا اكون مطرب ان شاء الله باذن الله. ممكن تغني لنا كده حاجه صغنونه قبل ما نقفل معاك؟ حاضر، انا الاثنين ممكن اغني لك عيون القلب. يلا عيون القلب مره واحده. اه يلا ماشي. عيون القلب سهرانة ما بتمنى نمشي، لنا صاحية ولا نايمة، ما بقدرش يبدل لي يبدل سهران على رمشي ولا رمشي مدى النوم، هو عيونه تشبع نوم ولا رمشي مدى النوم، هو عيونه تشبع نوم، روح روح يا نوم من عين حبيبي، روح يا نوم. ما شاء الله، الله أكبر، بجد صوتك جميل جدا 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 يا علي بجد. ربنا يخلي حضرتك، متشكر جدا. طيب فرح صلاح، نغني احنا ثلاثة مع بعض يا معافر؟ اوكي يلا بينا يا معافر. يلا علي بقى يبدا وبعدين نبدا معاه. يلا يا علي، عايزين نغني يا معافر نختم بيها. دايس ما بوقفش، بقلب ما بخافش، ما بترددش، ما بتهددش، بحاول ما بتعبش، بمسك في الحلم وانا لما بشد، بطول السحاب شايف طب الماء، صدق البحر شق، وما بهزرش انا ما بهزرش معاك مره كمان، وبفكرك ده انا هبهرك وهطلع كسبان، ده مفيش في قاموسي، مش في قاموسي تعطي ولا قيمه، الوقت ده كلمة ملهاش ولا قيمة، ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل، الليل تتفل نشيل يا معافر يا معافر يا معافر، ما تكمل للآخر، من إمتى اللي بيزوق بيزوق دايما في الصورة والصورة، وخطر مش أي خطورة، وسديد وعين بصالة بعين. برافو برافو برافو، شكرا علي فرج، احد ابطال قادرون باختلاف. شكرا ليك يا علي، نورتنا، ميرسي جدا ليك. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي بجد، ما شاء الله. احنا حافظين كل الاغاني. ما انا عارفه انكم حافظين كل الاغاني من ساعه ما قعدتوا عاملين تغنوا، ما شاء الله عليكم. طيب فرح، ايه بقى قصتك مع الفنون الشعبيه؟ انا في الاول كنت رايحه، فكنت بحب الرقص جدا مع عم عجمي ومحمد عجمي، دربوني وغير بقيت سطرة، وبروح بقالي كتير ومسابقات وحفلات وكده. بتحب الرقص؟ بتحب الفنون الشعبية قوي. ما شاء الله، يعني سنك صغير، سباحة و و و وشاعر، وبتعملي حاجات كتيرة جدا، وتنس طاولة. ايوه فنون شعبية، كل ده. ايوه مش تقيل، مش كتير؟ لا مش كتير، مفيش مستحيل خالص، مفيش صعب. تقولي ايه للناس اللي شايفة انه في حاجات كتيرة قوي ممكن تكون صعبة عليهم؟ احب نفسك، انت مميز، انت مش زي اي حد، وانت تقدر تقدر الحلم جد. صلاح،
الاخبار اتاخرت عليك؟ غريبه قاعده هادي كده ساكت. انت عارف انت فاكر ان انا مش عارفه اسيطر عليك؟ هعرف اقول لا انسى. انا بحب اصلا بس. لا براحتك. طب عايز تقول حاجه اخيره قبل ما نختم؟ انا احب انا عاوز اطلب طلب اخير منكم. اتفضل يا حبيبي. طلب واحد بس؟ اه. انا عارفه انا متاكده انه مش هيبقى طلب واحد بس. براحتك اطلب للصبح براحتك. احنا عاوزين ايوه يكون يعني مثلا يكون في ناس يعلمونا ويهتموا بينا زي ما حضرتك امنت كويس يا ريس. عايزين عايز حد يهتم بيك ويعلمك. لا انا مش قصدي، انا عاوز مدرسين يبقى كويسين ونتعلم منهم كويس كده زي ما الريس اهتم بيك. عندك طلب تاني؟ شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا شكرا جدا، نورتونا وفرحتونا بجد، ومبسوطين جدا جدا بيكم. وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، هم دول خير مصر، هم دول الايقونه، هم دول السعاده والبهجه، والخسران فعلا اللي يتعامل معاهم بشكل ما يلاقش، هو ده اللي خسران، والكسبان اللي يهتم بيهم ويحبهم ويرعاهم هو ده فعلا اللي كسبان في الدنيا وفي الاخره. نورتونا ولسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. معنا نموذج اخر، معنا بطل اخر شارك النهارده في ابطال وفي الاحتفاليه الجميله قادرون باختلاف بعد الفاصل.